السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعزينا الحرة لعائلة الفقيد ونسأل الله الرحمة والمغفرة لها. اليوم توفي الفنان رصيد نرزف بعد مرض عضال ألم به لم ينفع معه علاج، ونسأل الله الرحمة والتوفيق للفقيد. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بحرة التعزي لعائلته الصغيرة والكبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
عرف الله وتعاون في الشعب فدري انه في بين السرج والسلام في رحمة الله كما قال الله تعالى وجه الغازل اليوم هذا هو